مرحبا بكم من جديد. ها نحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند المسجد النبوي المبارك، وعمر بن الخطاب الأمير، وبلال المؤذن، ووجهاء الصحابة شهود، ويعتب عمر على بلال: أيا بلال، أسألك وأنا الأمير ولا تجيب؟ ويسألك وجهاء أصحاب النبي وتردهم وتجيب صبيين صغيرين؟ قال: يا عمر، هذه الوجوه لا يرد لها أمر، إنهم أبناء رسول الله. أبناء رسول الله لا يرد لهم أمر، محبتهم دين، ورضاهم من رضا رب العالمين، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. يكفي أنهم قرابة رسول الله، يكفي أن فيهم أنوار رسول الله، يكفي أن بذرتهم من السماء نور من الله. تقول أمنا أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضوان الله عليها: كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي في نوبتي، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت نوبة واحدة من أمهات المؤمنين ربما يطوف على كل النساء ليطمئن على كل بيوت، لكنه لا يبيت إلا عند التي هي نوبتها. تقول أمنا أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله عليها: فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندي في نوبتي، وجاء الحسن والحسين، فتنزل قول رب العالمين تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعليا وفاطمة، ووضع عليهم كساءه، وقال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يقول سيدنا أنس: بعد أن نزلت هذه الآية ظل النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، يمر كل يوم في صبيحته في صلاة الفجر فيقرع الباب على علي وفاطمة: الصلاة 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 يا أهل بيت رسول الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاء وفد من نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد من نصارى نجران إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجادلونه، اللي هي المباهلة الشهيرة التي تنزل فيها 80 آية، أو إلى رأس 80 آية من أوائل سورة آل عمران. رب العالمين تبارك وتعالى يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين للناس الحال، ويجيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، وجاء هذا الوفد فيهم العاقب والسيد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أمامه الزهراء، ووراءه علي، وعن يمينه الحسن، وعن يساره الحسين رضوان الله عليهم جميعا. فلما رأوهم من بعيد قالوا: هذه الوجوه لو أقسمت على الله بزوال الدنيا لزالت. فقالوا: يا محمد، لا نباهله، لا نلاعنك. قال: فهل تسلمون؟ قالوا: لا. هل هناك من أمر ثالث؟ قال: فالجزية. فرضوا بالجزية وانصرفوا. الشاهد هنا أن الحسن كان دوما في معية الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن سيدنا الحسن ربيب بيت النبوة، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فهو ربيب بيت النبوة. وفي رواية من الروايات أن الزهراء عليها السلام سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للحسن والحسين، وأن يقسم لهم من عطاء الله تبارك وتعالى، فقال للحسين: حلمي، وللحسن حلمي،
وللحسين شجاعة قلبي. فكان سيدنا الحسين دائما أشجع قلبا وأكثر حرصا على الجهاد في سبيل الله. لما تولى الخلافة سيدنا عثمان رضوان الله عليه، صار سيدنا الحسن وسيدنا الحسين في الفتوح الإسلامية، فذهبوا إلى خراسان وذهبوا إلى بلاد فارس مجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، وما قعد بهم نسب ولا قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، وإنما كانوا دوما في أول الصفوف. كان سيدنا الحسن من أسخى الناس وكان من أكرم الناس. ورد في ذلك أن رجلا جاءه يوما فوقف على بابه منشدا، فقال لخادمه افتح، ففتح الباب، فقال يا ابن رسول الله إن علي دينا، فقال للخادم أخرج ما عندك من مال فأعطه له. فالرجل أخرج المال فإذا هو 2000 درهم. فالرجل نظر إلى سيدنا الحسن وقال يا ابن رسول الله إن علي دينا هو 4000 ولهذا نصف الدين. فأرسل معه الخادم وقال اذهب إلى عبد الله بن جعفر فقل له أعطني 2000 إلى العطاء. فكان سيدنا عبد الله بن جعفر أرسل له المال، فالخادم يقول له يا ابن رسول الله لم يكلفك الله هذا، إن كان عندك فأعطي وإن لم يكن عندك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا بسيدنا الحسن رضوان الله عليه يقول عودني ربي عادة وعودته عادة، عودني أن يعطيني وعودته أن أعطي عبادة، فأخاف إن غيرت عادتي أن يغير عادته. هذه أنوار بيت رسول الله، وهؤلاء أبناء رسول الله، ويتواصل اللقاء مع أنوار البيت النبوي في صحبة حول الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وبه الهداية ومنه التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.